الشعب الافريقي، بنك الاستثمار الافريقي ومعهد تمويل التنميه. تعتمد خطه التسويق لهذا المشروع على عده محاور، اهمها هي المحور الاول التنسيق بين كافه وزارات الاثار والخارجيه والتعاون الدولي في كل الدول الافريقيه من اجل استخدام شاشات العرض الكبيره بالمتحف من اجل عرض الثقافات الداخليه لكل دوله، بالاضافه الى تعاون مع شركات السياحه بكافه الدول الافريقيه من اجل جذب المزيد من الزوار لهذا المتحف، وبالاضافه كمان عمل فيديو قصير يتم عرضه بجميع الفنادق داخل الدول الافريقيه من اجل الترويج لفكره المتحف ومن ثم جذب المزيد من الزائرين. الاستفاده من هذه الخطه اولا في المقام الاول انتعاش هزيمه الدوله المقام على ارضها هذا المشروع ومن ثم انتعاش باقي خزائن الدول الافريقيه، وايضا رفع المستوى الثقافي والفكري والفني لدى مفتشي اثار الدول الافريقيه والدعايه الايجابيه لشركات السياحه الافريقيه، بالاضافه الى استعاده عدد كبير من العماله في المجال السياحي. أما بالنسبة لخطة التطوير